لجنة نداء طاطا، المبادرة المدنية اللي دعوا لها مجموعة من الفاعلات والفاعلين، الحقوقيات والحقوقيين والنشطاء في المغرب. الهدف منها جوج ديال الأمور: أولا تسجيل التضامن المبدئي ولا مشروط مع جميع الضحايا ومع عائلة الضحايا لما تعرضوا ليه ولما عانوه جراء هاد الكوارث الطبيعية. الندوة الصحفية تأتي في سياق ديال نداء طاطا الذي دعت إليه مجموعة من الفعاليات، سواء الفعاليات المنتمية للإقليم أو فعاليات أخرى حقوقية مدنية. هذا النداء تم التوقيع عليه من طرف عشرات ديال المنظمات، سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية أو الفاعلين المدنيين، ترمي إلى تعريف بحجم الكارثة التي أصابت إقليم طاطا جراء الفيضانات الأخيرة. طبعا هناك العديد من الخسائر، سواء الخسائر في الأرواح أو في ممتلكات الناس، وتبين بأن الإقليم يعاني من هشاشة كبيرة حتى قبل الفيضانات. بالتالي عملنا على عقد مجموعة من اللقاءات مع الفاعلين السياسيين، أحزاب سياسية، من أجل دفعها إلى تحرك عاجلا وإعطاء الإقليم المكان التي يستحقها وجبر الضرر. ثم عقد هذه الندوة الصحفية وستليها مجموعة من اللقاءات الأخرى، سواء بإقليم طاطا مع المنتخبين ومع الجمعيات والفاعلين المدنيين للوقوف على المتطلبات ديال الإقليم، وعقد لقاء يوم دراسي من داخل البرلمان كذلك لتحسيس الدولة بأهمية إعطاء مكانة وجبر ضرر كافة المتضررين على مستوى الإقليم. لجنة نداء طاطا هي واحد المجموعة ديال الناس اللي شكلوا واحد الآلية باش نتبعوا المطالب والتوصيات اللي كانت في البلاغ الذي دعا إلى إعلان طاطا إقليما منكوبا. إقليما منكوبا معناه أنه يتم الاعتراف به من خلال إقرار رئيس الحكومة بوضعية الكارثة التي عاشها الإقليم، ثم ما يترتب على ذلك من التزامات قانونية للدولة تجاه الضحايا. كانت هذه هي البداية. طبعا هذا النداء هذا زيادة على المستوى الوطني الذي يرتبط بمراجعة التشريعات وضمان حقوق الناس على أساس القانون ومراجعة السياسة العمومية المرتبطة بالكوارث، فيه شق مرتبط أيضا بما هو محلي، بمعنى كيف ندفع الفاعلين، كيف ندفع الفاعلين بشكل جماعي كل واحد من اختصاصه للجواب على الأزمة المترتبة على الفيضانات، الحاجيات الملحة والآنية للناس. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث تنقولوا بأنه لا بد ومن الضروري أن كل الذي نقوم به الآن كفاعلين مختلفين، ما كنتكلموش غير على نداء طاطا، كنتكلموا على المنتخبين والسلطات العمومية والجمعيات إلى آخره، ما يمكن يدار إلا من خلال ما يراه الناس هناك بوصفهم المعنيين مناسبا لهم وحلا لقضاياهم. داكشي علاش قلنا غادي نديروا لقاء سميتو أمشاوار بالتشاور مع الضحايا وأسر الضحايا والجمعيات في طاطا والمتطوعين والعاملين في الإغاثة والسلطات العمومية والمنتخبين إلخ من أجل جواب جماعي ذكي يخرج بآلية قادرة على استدامة التنمية في الإقليم بغض النظر عن سياقات استثنائية عنوانها الكوارث. كان من المفترض أن نباشرها الأمس، أن نقوم بوضع الدعوة في المحكمة الإدارية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة. كان الإضراب اللي كان البارح الاثنين، اليوم عندنا جمعية منتدى إفوس كجمعية محلية، وعندنا الجمعية المغربية حقوق الإنسان كجمعية وطنية وعندها صفة المنفعة العامة، وسيقوم الأستاذ الحبيب بن الشيخ بوصفه المكلف بهذا الملف بمعية عدد كبير من زملائه وزميلاته المحامين والمحاميات في المغرب بمباشرة المسطرة في القريب العاجل. من خلال النداء بعد أولا كاين إرسال مساعدات للمنطقة، لأن الناس في حاجة للمساعدات، لأن الناس فقدوا المنازل ديالهم، فقدوا الملابس، فقدوا بزاف ديال الحوايج. وكاين المسألة الثانية وهي إعلان المنطقة كمنطقة منكوبة، وهذه مسألة مهمة باش يتمكنوا من الحصول على مساعدات من طرف الدولة. المبادرة اللي قمنا بها اليوم هي من أجل تسليط الضوء على الفاجعة ديال الفيضانات. بالنسبة للمخرجات ديالها الأساسية، المخرجات الأساسية ديالها هي أولا
نعتبر ان هذا التنظيم هذه الندوه هو اصلا في حد ذاته كان هدفا لانه هو تسليط الضوء وهذا العدد ديال المنابر الصحفيه اللي حضرات يساعدون على هذا المخرج. على المستوى المركزي نحن ننظم لقاءات مع الفاعلين السياسيين ومع النقابات ومع كل ما من شأنه ان يساهم اما من خلال المساهمه في تعديل القانون على المستوى المركزي، وهذا اساسي لان مع الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه دائما نتوقع انه ستكون كوارث اخرى اما عباره عن حرائق او عباره عن فيضانات او زلازل او غيرها. اذا هذه التغيرات المناخيه كتعني انه غدا تكون كوارث طبيعيه في المستقبل وستستمر، وهنا لا بد من سياسه استباقيه ولا بد من وجود قانون واضح يضمن الحق لكل الضحايا بالاستفاده، ويجب ان لا يكون ذلك خاضعا للتاويل. على المستويات المحليه طبعا هناك مسلسل مواكبه الضحايا، لان هناك ما هو استعجالي اني اليوم مرتبط مثلا بكيف سيعود الاطفال الى الدراسه، العائلات والاسر اللي فقدات الافريشه والاغطيه ديالها واللي فقدات الادوات ديال الطبخ وغيرها ديال الكوزينه، يعني هذا مطالب استعجاليه حنا ما كرهناش لو انه من خلال هذه المبادره اللي كنديروا نشجعوا واحد العدد ديال الجمعيات المحليه باش تبدا دير هاد المساعدات العينيه للضحايا. ثم ما بعد الفاجعه اكيد تبقى هناك صدمه، خصوصا الناس اللي فقدوا اما الغلات ديالهم او المنشات الاقتصاديه ديالهم، او سواء الناس اللي فقدوا الارواح ضمن الاسر ديالهم والاقارب ديالهم، اكيد ستبقى هذه الازمه مستمره. اذا هم محتاجون الى مواكبه نفسيه، الى مواكبه اجتماعيه، هم محتاجون الى تكوينات من اجل ديال التمكين الاقتصادي باش يسترجعوا نشاطهم الاقتصادي وغير ذلك من الامور.